على صعيد آخر، قالت وكالة زفارس إن محكمة الثورة الإيرانية قضت بالسجن 6 أعوام على مصطفى تاج زادة، أحد قادة منظمة مجاهدي ثورة الإسلامية الإيرانية، ومحسن مردماد زعيم حزب جبهة المشاركة الإصلاحي، وداود سليماني عضو اللجنة المركزية للجبهة. وقد أدانت المحكمة المتهمين بالتآمر على الأمن القومي وترويج الدعاية ضد النظام. وكانت تاج زادة ومردماد قد اعتقلا عقب الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية.